البداية من السودان، حيث ساد الهدوء نسبيا العاصمة الخرطوم بعد ساعات على دخول الهدنة بين قوات الجيش والدعم السريع حيز التنفيذ. وفي بيان له، أعلن الجيش السوداني الالتزام بالهدنة، مؤكدا احتفاظه بحق التعامل مع أي خروق قد ترتكبها قوات الدعم السريع. بدوره، أكد الدعم السريع التزامه بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات للمتضررين خلال الهدنة. الخارجية الأمريكية قالت أيضا أنها تدعم منصة يطلق عليها مرصد نزاع السودان لنشر نتائج عمليات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية للقتال ووقف إطلاق النار. وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ، وثق تقرير أولي للمرصد تدميرا واسع النطاق وموجها لمنشآت المياه والكهرباء والاتصالات. في جنوب السودان، قتل 13 شخصا وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عرقية في مخيم لحماية المدنيين تابع للبعثة الأممية في جنوب السودان. وقالت الأمم المتحدة إن انعدام الأمن يعوق الأنشطة الإنسانية، مشيرة إلى تعليق المدنيين الفارين أو تعليق عملية نقل المدنيين الفارين من الصراع من النقاط الحدودية نحو ملكال. وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وتأجيج العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس أموال عامة. وعبر الهاتف تنضم إلينا مراسلة المشهد سالي ببكر من ولاية نهر النيل لإطلاعنا على آخر المستجدات بعد دخول الهدنة القصيرة حيث تنفيذ. إليك الكلمة سالي. أريد قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ في تمام السادسة صباحا هذا صباح هذا اليوم بتوقيت الخرطوم، كانت هنالك قبل دقائق قليلة يحلق الطيران الحربي في محيط يتبع في بعض المواقع التي تتبع لقوات الدعم السريع نواحي المدينة الرياضية التي تقع في جنوب الخرطوم، ولكن بعدها يعني كان ردا أيضا على هذا الطيران الحربي بالمضادات الأرضية. بعدها ساد الهدوء في العاصمة الخرطوم، ويمكن أن نقول هنالك هدوء حذر في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم مع الشبكات متقطعة في بعض المناطق، وكذلك أيضا في شرق العاصمة الخرطوم في منطقة صوبة شهد يعني المواطنون أو شهد المواطنون هناك تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف في تلك المنطقة، تحديدا منطقة صوبة الشرق ممتدا إلى منطقة العلفون. يعني مع الهدوء الحذر طبعا في بعض المناطق الأخرى، ولكن أمس احتدمت الاشتباكات في عدد من المناطق في مدينة أم درمان في شارع الأربعين الذي يقع شرق جنوب أم درمان، كذلك أيضا في شرق الخرطوم كان هنالك تحليق للطيران الحربي وردا عليه بمضادات الطيران، وسمع ذوي انفجارات عنيفة جدا في تلك المنطقة في شرق الخرطوم في الأحياء التي تقع شرق القيادة العامة. كذلك أيضا في جنوب الخرطوم احتدمت الاشتباكات لمدة 5 ساعات في منطقة تحديدا تسمى الشقيالب، هذه من المناطق الطرفية في أطراف الخرطوم في جنوب الخرطوم، مما أدى إلى إصابة المواطنين بحالة الهلع، وكانت هنالك غدائق سقطت داخل المنازل مما أدت إلى سقوط جرحى وقتلى. في الهدوء الحذر الصباح هذا اليوم فر مواطني تلك المنطقة إلى يعني الولايات الأخرى بحثا عن الأمان، بعد أن كانوا هم ظلوا في هذه المنطقة بتعتبر أنها كمنطقة طرفية أفضل حالة من الأحياء الداخلية، ولكنهم عندما جاء هذا الهجوم واشتدمت هذه الاشتباكات في تلك المنطقة فروا منها أيضا صباح هذا اليوم إلى ولايات أخرى. نعم مراسلة المشهد سالي ببكر، كنت معنا من ولاية نهر النيل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ينضم إلينا أيضا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني السماني عوض الله. سيد السماني، أهلا وسهلا بك على شاشة المشهد. في البداية طبعا بعد دخول الهدنة القصيرة ل 24 ساعة حيز التنفيذ في السودان، كيف ستتم مراقبة الالتزام بهذه الهدنة؟ مساء الخير عليكم وتحية لقناة المشهد ولمتابعتها للأحداث في السودان.
حقيقة ما تم حتى اليوم يعتبر إنجاز كبير جدا بالنسبة للطرفين، للقوات المسلحة السودانية، لقوات الدعم السريع، وكذلك بالنسبة للوساطة، حيث أنها تنجح في الوصول أو الوصول إلى هدنة ولو لساعات قليلة، حتى تمكن المواطنين من قضاء بعض حوائجهم، أو كذلك أو الذين يرغبون في مغادرة الخرطوم نتيجة للحصار الذي ظلوا يعانون منه طيلة الشهرين الماضيين. حقيقة ما تم اليوم يعتبر هو إنجاز رغم قصر المدة، حيث أن هنالك استمرت الهدنة حوالي أكثر من 9 ساعات. هذا بالنسبة للوساطة يعتبر إنجاز، بالنسبة للطرفين المتنازعين يعتبر إنجاز أنهما لأول مرة منذ اندلاع هذه الحرب في 15 أبريل يتوصلان إلى هدنة مدتها 9 ساعات على الأقل. نتمنى أن تصمد الساعات القادمة وتستمر الهدنة حتى نهايتها لتستمر 24 ساعة. يعني ومن ما ثم ضمانات سيد السماني إلى وقت إطلاق النار؟ نعم، ما ضمانات للالتزام بهذه الهدنة وإن كانت قصيرة هذه المرة؟ نعم، هذه الهدنة هي تعتبر بداية حقيقية للدخول في هدن جديدة وتمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، سواء كان في مجال الصحة أو تمكن الموظفين والمهندسين في إصلاح العديد من الأعطال، سواء كان في مجال الكهرباء أو في مجال خدمات المياه، حيث أن هنالك عدد من الأحياء لا تزال تعاني من انقطاع المياه لأكثر من شهرين. كذلك بعض الأحياء تعاني من خدمات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. هذه الهدنة رغم قصرها أعتقد أنها خطوة مهمة جدا نحو بداية حقيقية للدخول في هدن أخرى وإصلاح الخدمات التي تعطلت خلال الفترة الماضية. هذه الهدنة أعتقد أنها رغم قصرها أعتقد أنها جيدة، ويمكن أن تمهد لهدن جديدة أو لهدنة أطول، ومن ثم الوصول يعني إلى وقت دائم لإطلاق النار. واشنطن يبدو هذه المرة جادة جدا بخصوص يعني اختراق الهدنة، ففي حال خرق أحد الطرفين الهدنة، ما هي يعني الخطوة التي ستتخذها واشنطن لطبعا معاقبة الطرف يعني الذي يبدأ باختراق الهدنة هذه المرة؟ نعم، الإعلان أو البيان الذي صدر من الوساطة أمس، البيان المشترك من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أشار بوضوح إلى أنه في حالة عدم الالتزام فإنه سيتم تعليق المفاوضات. تعليق المفاوضات يعني أن هنالك البحث عن آلية أو البحث عن فرض عقوبات إضافية على الطرفين، حيث أن الأسبوع الماضي شهد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قوات الدعم السريع وعلى القوات المسلحة من خلال بعض الشركات التي تمدها بالسلاح. تعليق المفاوضات يعني كيف سيفيد في ردع الطرفين؟ وأعتقد أن رغم أن هنالك تقطع للصوت، ولكن حسب ما فهمت من السؤال أن رفع أو تعليق المحادثات معنا يشير إلى أن الولايات المتحدة والسعودية وبعض شركائهما سيبحثون في آليات جديدة لفرض عقوبات وممارسات بعض الضغوط على الطرفين من أجل وقف إطلاق النار، أو الدخول في محادثات جادة من أجل الوصول إلى تسوية لهذه الحرب التي امتدت لأكثر من شهرين. وهنالك خرق واضح جدا للقانون الدولي والإنساني، وكذلك خرق جدا لحقوق كثير جدا لحقوق الإنسان. لذلك أنا أعتقد أن تعليق هذه المحادثات بغرض التمهيد والبحث عن وسائل ضغط أكثر قوة على الطرفين من أجل الالتزام بوقت إطلاق النار والالتزام باحترام القانون الدولي والإنساني. طيب، في رأي حضرتك هل هذه الهدنة كافية لإدخال المساعدات؟ هذا أولا، وثانيا هل يمكن إن نجحت هذه الهدنة البناء عليها وطلب هدنة أخرى أطول؟ نعم، حقيقة هي هذه الهدنة التي بدأت صباح اليوم في 6 من صباح اليوم
بتوقيت الخرطوم غير كافية لإيصال المساعدات الإنسانية. إذا حسبنا أن هذه المواد الإنسانية إذا تحركت من البحر الأحمر حتى تصل الخرطوم تحتاج إلى أكثر من 15 ساعة. لذلك الهدنة التي أعلن عنها اليوم هي بداية لجس نبض الطرفين، هي بداية لأنه محاولة زرع الثقة بين الطرفين من أجل الوصول إلى هدنة أطول. أعتقد أن إذا نجحت هذه الهدنة وتم الالتزام بها، أعتقد أن الوساطة ستطرح هدنة جديدة مدتها لا تقل عن 10 أيام بغرض إيصال المساعدات الإنسانية ومعالجة بعض القضايا التي تعاني منها الخرطوم خاصة في مجال الخدمات. الهدنة التي أعلنت أو التي يجري تنفيذها حاليا غير كافية لإيصال المساعدات الإنسانية حتى ولو لمنطقة محدودة جدا في ولاية الخرطوم، ناهيك عن أن الخرطوم بها 3 مدن كبيرة جدا في الخرطوم، والخرطوم بحري وأم درمان. فلذلك أن 24 ساعة غير كافية لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المحاصرين داخل الخرطوم. أعتقد أن هذه الهدنة هي بداية أو محاولة لجز نبض الطرفين بغرض الوصول إلى هدنة أطول، ومن ثم الدخول في محادثات يمكن أن تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار أو تمديد هدنة لا تقل عن 10 أيام حتى يتمكن الطرفين أو تتمكن المنظمات الإنسانية والوساطة نفسها من إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين داخل ولاية الخرطوم، وكذلك لإيصالها إلى المحتاجين في غرب السودان خاصة في ولاية غرب دارفور وبعض الولايات الأخرى التي تعاني من أوضاع إنسانية كارثية. سيد السماني عوض الله الباحث السياسي السوداني كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.